تابعوا معنا أهم الموضوعات في أسبوع الاتحاد الذي يفتح أضخم ملفات الألفية الثالثة. تتابعون في أسبوع الاتحاد السمنة، آفة العصر، وطريق الموت السريع، الوراثة والبيئة والغذاء، ثالوث زيادة الوزن، 50 عله قاتلة تفترس أجساد البدناء، الوجبات السريعة أقرب طريق إلى السمنة، خفض وزن الأطفال بالجراحة ممكن بشروط، الرجيم العشوائي، أحلام مجنونة تتحول إلى كوابيس، بدانة الأطفال تبدد خطط التنمية المستدامة، المؤسسات الرياضية تطلق صافرة إنذار ضد زيادة الوزن، 45% فقط من السكان يمارسون أنشطة بدنية، حملة وزن الحقيقة الكاملة مبادرة طموحة لمواجهة السمنة، أرقام مثيرة وطرائف ضمن صفحات الأسبوع، البدانة تلتهم تريليوني دولار سنوياً وخسائر العالم بسببها تساوي خسائر الإرهاب والحروب، 5,400,000 دولار فاتورة عالمية يومية بسبب البدانة، تكلفة البدانة في 4 شهور تساوي تكاليف حربي العراق وأفغانستان، 800 دولار غرامة لوالد الطفل البدين في بورتوريكو، ومقابر خاصة لزائدي الوزن في البرازيل. في أسبوع الاتحاد السمنة آفة العصر، الاتحاد مصدرك الأول.